سلام حضرتك، شكرا على الانترو الجميلة دي جدا. يعني هي قصة طويلة بس أنا أحب أختصرها لحضرتك. هي ال وجودي في شركة زي تسلا هي حاجة أنا بعتز بيها جدا، وفي نفس الوقت دي حاجة أنا عايز أقول للناس إن ده حلم سهل إن أنت توصل له دلوقتي. إحنا بقينا في عصر إن المعلومات موجودة وكل حاجة موجودة، إن أي حد يقدر يخش المجال ده ويقدر يتفوق أحسن مني كمان. يعني ده اللي أنا بقى حابب شايفه، إن الناس تبقى كمان أحسن مني. انت بقالك قد ايه في تسلا دلوقتي يا جلال؟ اسمح لي يعني اقول لك يا جلال بما انك زي أنا اخويا الصغير. طبعا طبعا أنا دلوقتي بقالي أكتر من 2 ونص بشوية، شهر 3 2001 كانت بدايتي. انت بدأت تبقى مهتم انك تروح تسلا ازاي؟ والله بداية تسلا دي كانت بداية غريبة شوية، بس هي الفكرة كلها إن أنا في سنة 2015 كان في هيد هانتر ابتدوا يدوروا عليا. احنا شايفين الباك جراوند بتاعتك مناسبة لينا، بس دي كانت حاجة أنا ما كنتش مستعد لها في الفترة دي. فيعني أجلت الموضوع شوية وقلت لهم إن أنا مش مستعد، مش هينفع إن أنا أخش الشركة دلوقتي. وفي سنة 2018 اتعرض برضو عليا هيد هانتر، برضو جه وحاول يريتش اوت وان هو يعني يكلمني بحيث ان انا اخش الشركه. ساعتها برضو المهارات بتاعتي ما كانتش لسه قويه شويه، فقررت ان انا هاجل الموضوع ده لغايه سنه 2020. كنت قاعد جالي برضو هيد هانتر للمره الثالثه، فقلت هتكل على الله، لان انا حاسس ساعتها يا باشمهندس ان انا كان جلال، عندي انت بتقول لي توفيق. انه شركه تسلا عرضت عليك من خلال الهيد هانتر ده اللي هو بيشوف المواهب او الشباب في اماكن في العالم، عرضوا عليك الحكايه دي مرتين وحضرتك رفضت، ولما في الثالثه عرضوا عليك وافقت؟ تمام، هي الفكرة كلها إن أنا كنت لازم أعد نفسي للمكان، لأن أنا عايز أنجح، مش عايز إن أنا أروح مش عايز تروح أقضي شهرين 3 شهور أول ويرفدوك. 3 شهور بالظبط. ففي مقومات للنجاح لازم تكون عندي، لازم أكون عارف المكان اللي أنا هخش ده فيه هيبقى عامل إزاي، مقومات نجاحه إيه المهارات اللي أنا لازم تكون عندي تبقى عشان عندك أعرف أخش. ويمكن لما اتعرض عليا في الاول اتعرض عليا بوزيشن جونيور انجينير، فانا ساعتها وافقت. حتى لما جالي الفاينل اوفر بتاعهم انا جالي از سينيور انجينير، فاللي هو دي فرقت معايا جدا يعني ان عرضوا انا عليك داخل. الاول اول درجات التعيين في كمهندس شاب مبتدئ، واخر مره بالظبط عرضوا عليك موقع او مكان او وظيفه اعلى كمهندس سينيور، مهندس كبير. لا ده كان في ثالث مرة، يعني ثالث مرة لما عرضوا عليا ابتدوا ان هم يتكلموا معايا على ان البوزيشن كان ايوه مهندس مبتدئ. فلما قعدت ودخلت انترفيوز كانت فترة 6 شهور انترفيوز، عديت المرحلة دي كلها وادوني اوفر على طول از سينيور انجينير. انت خريج الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا ابو قير اسكندريه، برضو تاني تمام، اسكندريه، حكايه اسكندريه مع الهندسه اسكندرانية بقى، وبتتدرس. اسكندرية يعني اعتز بيها جدا في قلبي يعني. قول لي ايه اللي خلاك